جاء هذا التحرك المركزي بعد تحركات محلية وتحركات جهوية في كنف السلمية وفي كنف المسؤولية، إلا أننا قبلنا بالتجاهل والصد وعدم الاتصال بنا، فقررنا أن نساعد في تحرك مركزي أعطيناه من الاسم صرخة. لماذا اخترنا هذا الاسم؟ اخترنا صرخة، هي صرخة في وجه الظلم، صرخة في وجه التهميش، صرخة في وجه البطالة، صرخة في وجه الحجرة، لأن هذه الحكومة تتعامل معنا بالحجرة ولا مبالاة. أهم المطالب هو التشغيل العاجل والفوري لمن طالت بطالتهم. اعتصامنا عنده صبغة أساسية اللي هي حالات اجتماعية أغلبها، لأنه أغلب المعتصمين تجاوزوا سن 40 سنة، أغلبهم تجاوزوا 10 سنوات من البطالة. لدينا حالات اجتماعية مزرية، لدينا من ليس له كفيل اجتماعي، لدينا رب أسرة معاق، ومن تجاوزت فترة بطالته 10 سنوات لا يمكن أن يسكن بآليات هشة، ولا يمكن أن يسكن بما يسمى ببرنامج فرصتي، التي نراها هي فرصة للحكومة للتخلي عن دورها في التشغيل وللتخلي وقبر ملف التشغيل. احنا ما عندناش مطالب، احنا نطالب بتفعيل حقوق. الشغل هو حق. بعد 93 يوم من الاعتصام لم يتم الاتصال بنا حتى من أبسط مسؤول محلي. الاعتصام هو بالتحديد في مقر معتمدية المكنسي، وهو اعتصام إداري، أي أنه ينطلق بانطلاق الموظفين ونغادر المكان بمغادرة الموظفين في كنف ما يكفله الدستور والقانون. حاول السيد الوالي إخراجنا من الاعتصام بإغلاق المعتمدية وإبراز أننا نعطل المرفق العام، فاستقدمنا عدل منفذ ليتأكد من سلمية تحركنا، وهددناه بأنه في حال ما أغلق هذه المؤسسة التي تقدم خدمات للمواطنين بأننا سنرفع فيه قضية في تعطيل المرفق العام، فكان أن رضخ وتواصلت المؤسسة تسدي خدماتها للمواطن.